العالم قبل كورونا حاجة وبعد كورونا حاجة تانية خالص. يلا بقى نشوف ايه اللي حصل بعد كورونا. بعد جائحة كورونا العالم كله اتغير، وده طبعا كان طبيعي جدا لان ده كان فيروس ممكن يقضي على كل البشرية. علشان كده بعض المؤسسات والشركات وكمان الدول بدأت تغير طريقة تفكيرها تماما، وكمان بدأت تغير طريقة شغلها، وده ظهر طبعا في حاجات كتير، وكان أبرزها العمل عن بعد وكمان التعليم عن بعد. وده كان طبيعي جدا لأن الحياة كان لازم تكمل بس بطرق مختلفة شوية. بس في الحقيقة الموضوع ما وقفش لحد كده، بس بدأت بعض الدول بالتقليل العنصر البشري والاعتماد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي، وده طبعا تجنبا لحدوث كوارث تانية زي ديت هتأثر عليهم طبعا بالسلب في العمل. وده بقى واضح جدا في الفترة الأخيرة من خلال طبعا الأبليكيشن موبايل اللي بقى مالي كل حتة، وبرامج الذكاء الاصطناعي اللي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة. وده معناه طبعا إن في بعض المهن بالفعل هتبدأ تنتهي تماما ومش هيبقى ليها وجود بالمرة. علشان كده بقى لازم تلحق نفسك من دلوقتي وتواكب التطور ده، وتدور على أفكار جديدة وطرق عمل جديدة تطور بيها نفسك. لو عايز تكمل حكاية الذكاء الاصطناعي وتشوف وصلوا لحد فين، تابعني هنا. ما تنساش تدوس لايك وتكتب رأيك في التعليقات. أنا محمد السيد، سلام عليكم.